سلام المسيح معاكم كل مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم النهاردة في حلقة جديدة بعنوان نساء المسلمين في خطر. هنتكلم فيها عن عدة أحداث في الأيام الماضية. كان في كده أحداث تعد مؤشر خطير يعني ممكن يؤثر تأثير سلبي جدا على حياة المرأة والطفل في العالم الإسلامي. لكن خليني أولا أتكلم عن حدث مؤثر إيجابي في حياة كل العابرين هذا الأسبوع. خليكم كده معايا ثواني، هنشوف الفيديو القادم ونتكلم عن الحدث هذا الأسبوع. MBB Global Day of Prayer. Join us live on November 18th. Save the date. Hosted by Haroon Ibrahim and Bishop Yasser, with worship lead by Nasser Musa. This year, we stand against the persecution of Muslim background believers. Together, our prayers can make a difference. Be part of this powerful live event. الإيفنت ده يوم 18 نوفمبر الاثنين القادم على طول، يعني كمان 3 أيام، هو يوم الصلاة العالمي للعابرين. أنتم أخواتي العابرين والعابرات مركز هذا الحدث، بنصلي من أجلكم وبنجتمع علشانكم وبنقدم الخدمة دي سنويا علشان الكنيسة كلها تصلي معانا من أجل العابرين. فبشجعكم أنكم كلكم تدخلوا على كل مواقعنا يوم الاثنين علشان تحضروا البث المباشر على قناة الحياة، وهيكون على جاد تي في ومحبات وقنوات أخرى، وهيكون في اختبارات. ونحب جدا أنكم على كل المواقع اللي هتدخلوا عليها، سواء كان على الفيسبوك أو حتى على اليوتيوب وانتوا بتتفرجوا، اكتبوا لنا اختباراتكم، اكتبوا لنا مواجعكم، قولوا لنا انتوا ايه اللي بيعطلكم، ايه اللي انتوا محتاجينه، لان ده جزء من العمل اللي احنا بنقدمه ليكم طوال السنة، ولكن ايضا لكي نصلي معكم. اتصل بي اخ هذا الأسبوع كل همه أنه هو يوصل، لأنه يبعت رسالة يقول صلوا من أجلي. ويعني طبعا في رسائل كتير بالشكل ده، لكن قد إيه الأخ ده كان مهتم أن إحنا كجسد الرب نصلي من أجله، وإحنا بنصلي من أجلك أخويا، أنت عارف نفسك، وبنصلي من أجلكم جميعا. أوكي، خلينا نصلي معاكم ونقول لكم أنه أنتوا مش لوحدكم، وإحنا معاكم والرب في الوسط. خليني بقى أتكلم عن أول فقرة في موضوع حلقتنا النهاردة، وهو خبر الحقيقة خطير من ليبيا. خلينا نشوف السلايد ده. هو وزير الداخلية الليبي اسمه طرابلسي، وبيقول كده، ده التصريح بتاعه، أنه سيتم فرض الحجاب في ليبيا وتعميل شرطة الآداب. يعمل لهم كمان تفعيل شرطة الأداب، ويعني يعمل لهم شرطة أداب في الشارع. أوكي، التصريح ده أولا هو قاله في مؤتمر كان بيتكلم فيه عن عدة أمور أخرى. الظاهر إن هو خدته بجلالة وفتح الرابع وراح مشاور بقى على مركز المشكلة في مخهم. راح من المخدرات لمشكلة سرقة الوقود وانتشار الجرائم، يعني إلى بقى ما يظن العقل الإسلامي إنها سبب المشاكل في المجتمع، المرأة. هو كده دور، يقولك فتش عن المرأة. هو ده صحيح، ده مثل فرنساوي يعني، لكن هي الاستجمة بتاعت العالم كده، إنه الست هي مركز الكل. لأنه يعني ساعات بفكر إحنا بنبص للأمور من ناحية واحدة، لما تكون الست مركز حياة الراجل ده مش غلط، ولما يكون الراجل مركز حياة الست من الناحية الاجتماعية ده مش غلط. زوج وزوجة، انت المركز وهي المركز، لكن المركز الحقيقي هو الله. ده تركيز حياتنا، ده اللي بيقود حياتنا. انما عندما توضع المرأة في مركز كل مشاكل المجتمع،
وكل مشاكل الراجل، والراجل قاعد بيتفرج وهو قاعد من بعيد كده ملوش اي دور، تبقى مشكلة. اوكي، فخلينا نشوف السلايد ده بقى بيقولك انه فرض الحجاب في ليبيا ومنع استيراد ملابس غير مناسبة، قرارات وزير الداخلية حكومة الوحدة الوطنية تثير الجدل. اوكي، بيقول بيتكلم بقية السلايد ده، التصريح ده هو مش تصريح، هو كان خبر في جريدة بيقول انه ده اللي اتكلم عليه، الحاجات اللي ركز عليها وزير الداخلية. يقول لك ايه؟ صيحات الشعر غير المناسبة، الملابس التي لا تتماشى مع القيم وثقافة وخصوصيات المجتمع، الاختلاط في المقاهي بين الست والراجل بقى غالبا الشباب والشابات، سفر المرأة بدون محرم، والكثير من هذا. لكن تصريحه لما تسمعوا لغة التصريح يفرق. خلينا نسمع تصريحه وارجع أعلق على الحاجات اللي هو اختارها. بس خليني أقول لكم، أنا فاكرة أنه وأنا في ابتدائي كنت في مدرسة داخلية، وكان معظم اللي كانوا معايا كانوا من دول عربية وأكثرهم من ليبيا، وكانوا بنات وشباب عائلتهم بتيجي تزورهم زي ما عائلتي كانت بتيجي تزورني أحيانا وهكذا. فما كنتش بشوف في العائلات دي لا ستات محجبات ولا ناس متغطيات ولا رجالة بدقون ولا الكلام ده، كانوا ناس عادية زي ما كنا في مصر وقتها، ناس عادية. الحقيقة ان انا ما كنتش بشوف حد متغطي الا مثلا بنات السفير السعودي اللي كانوا معايا، وهم البنات مش متغطيين بس امهاتهم لما كنا نزور بعض الام تلاقيها كده لابسه طرحه مدلدله من ورا شويه، نص شعرها باين والمكياج على اخره، لكن لانها مرات السفير مثلا. الكلام ده ما كانش موجود. دلوقتي التركيز دي الزوم بقى يعمل زوم بالعدسه كده على مركز المشاكل في المجتمع اللي علمهوله التعليم الاسلامي الست، شيلها من التنظيم يبقى كله كويس، قعدها في البيت يبقى كله كويس. اسمع كده اللي بيقوله. يصدر قرار بفرض الحجاب رسم، مش خمار، مش نقول انا ردك التهنئه لك الترحيب، حر خمار ورايك هذيك، بعدين الحجاب تلبس دي محرم ما تطلع، مش خمار محرم حجاب اصلا. لكن الموضوع هذه ما تمشيش، هذا مفروضه لبس ما لبس، مزينات ما افلام، طيران ما بيسكر، حريه شخصيه برا لي أوروبا صفحات، أنا حرية ما حرية طير السماء وانزل برا أوروبا، أنا ما فيش حرية شخصية، حريتك ما تعيش بروحك أنت. إحنا مسلمين الحمد لله، الكتاب مش موجودة فيه سبحانه وتعالى، الكتاب الله سبحانه وتعالى والسنة، حتى في العرف حتى مش موجود فيه، أنا بيوقف. شفت ختام، إحنا مسلمين بقى والحمد لله والكتاب والسنة مش موجود فيه اللي أنتوا عايزين تعملوه ده، لا تقدري تسافري ولا حتى الصفحات اللي بتقعدوا تكتبوا عليها، ولازم تتحجبوا، ومش باختيارك مش بحريتك، بيقول مش حرية، مش حرية، عايزة حرية روحي أوروبا، سفر بدون محرم لأ، الاختلاط في المقاهي لأ، اللبس والزينة لأ. ده كمان بس مش كده، ده كمان عايز يعمل منع الاستيراد بعض الملابس الغير لائقة بالنسبة له. كي؟ هل يقدر يعمل كده؟ ده سؤال. أنا ما شفتش وزير داخلية عنده سلطات بالشكل ده، لكن شفنا في الدول اللي بيحكمها البوليس واللي فيها الإرهاب واللي فيها الإسلام مغطي على أي حاجة تحته، شفنا إنه بيقدروا يعملوا ويفرضوا اللي هم عايزينه. يعني أما الطالبان رجع لقيادة أفغانستان
قالوا لا احنا مش هنمنع البنات عن التعليم، ولا البنات يقدروا يشتغلوا، ولا كذا ولا كذا. دلوقتي البنت اللي يتمسك معها تليفون ابوها يتحبس وتقية الجلد مثلا. مفيش بنات بتشتغل، مفيش بنات بتتعلم، كل الكوافيرات والحاجات دي اتقفلت، ما عندهمش فرصة نفس، انتهى الأمر. مش من حق، أنا عملت لكم حلقات على الموضوع ده، وممكن نعمل متابعة تانية زي ما أنا دايما برجع أعمل متابعة للحالات دي، لأنه الأمر مع القيادات اللي بالشكل ده دائما إلى السوء. الأمر أسوأ جدا النهاردة. فهل من حقه؟ ممكن يبقى مش من حقه برضه يفرضه، لكن المجتمع اعترض. اوكي، بعض الناس اللي في المجتمع اعترضوا. لازم تعرفوا انه شكل الحياه والاجتماعيه في ليبيا دلوقتي مختلف تماما. عندهم مشاكل مع الارهاب، عندهم مشاكل مع الاسلاميين المسيطرين، الحكومه شكلها شويه اكتر اسلامي، عندهم مشاكل كتير. ما فيش أمن، ما فيش أمان في البلد، ما فيش سلطة قادرة تمسك زمام الأمور وتعيد بناء الدولة. فزيد عليها واحد مخه كده وعايز يقعد الستات في البيت. فالنهاردة نساء ليبيا في خطر. مهم، مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيا ابتدت عملت إعلان، خلينا نشوف. بلاغ للنائب العام تقدمت به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا. البلاغ اتهم وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس بقمع الحريات من خلال إعلان نيته فرض سلسلة من الإجراءات، على رأسها تفعيل شرطة الآداب والشرطة النسائية في المديريات المختلفة وفرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات. هي بكونها تصريحات قد خالفت الأسس والقواعد الدستورية الضامنة للحقوق والحريات، وخالفت مهامها كجهة مأمور ضبط قضائي تلتزم بإنفاذ قوانين، لا بتشريع قوانين أو قرارات تخالف الأسس والقواعد القانونية والدستورية. وزير الداخلية عماد الطرابلسي قال في مؤتمر صحفي إنه ليس معارضا لحقوق الإنسان، ولكن من الضروري تفعيل شرطة الآداب والشرطة النسائية لمواجهة عدد من الظواهر المنافية لقيم المجتمع. عندي سؤال ليكم، للناس اللي عايشة في العالم الإسلامي، أسألك إيه دور مؤسسات حقوق الإنسان اللي في بلادكم؟ بيعملوا إيه؟ مين بيسمع له؟ يعني حتى في مصر المؤسسات بتاعت حقوق الإنسان، حتى عمرو أديب نفسه يطلع يقول لك دول بيقعدوا بقى يقولوا كده ويسوقوا سمعتنا ومش عارف إيه، عشان بيقولوا الحق مثلا، علشان بيقولوا انه في ناس مسجونين، طلعوا الناس اللي بقالهم سنين مسجونه من وقت يعني انتوا عارفين القصه. اوكي، ف الحقيقه انه من النادر جدا انك تلاقي المؤسسات دي ليها تاثير حقيقي، الا لما يدخلوا بقى ايه العالم اللي بره ويجيبوهم في انهم يتدخلوا مثلا في قضايا ناس محكوم عليهم بالاعدام، ظلم، حاجات زي كده، حريات دينية من هذا المنطلق يعني. نادر جدا، لكن بيكلموا بيقولوا، لكن الواقع اللي على الأرض بيحصل إيه؟ إن لم يحدث تغيير في البلاد دي، والإنسان الإنسان يكون له قيمة، راجل ست طفل، مش الدولة، السلطان، الدين، أي واحد يتحط في سلطة يبقى ما هوش يعني مش عارفة مستوى الذكاء ده بتاع الراجل ده قد إيه. يعني لو اتعمل له كده آي كيو، قياس للآي كيو بتاعه هيطلع قد إيه، ما عرفش، لأنه شايف، لأنه وضع في مكان سلطة يقدر يسيطر على المجتمع زي ما هو عايز. وعارفين بقى عنده صلاحيات. هل الراجل ده صلاحيات؟ اه، عنده صلاحيات. في الفيديو اللي جاي ده في برنامج وجها لوجه، انا بس واخده حاجه يعني جملتين من محامي بيقول ليه في ايده هذه السلطه.
نشوف. لماذا أعلن وزير الداخلية الليبي عن هذه الإجراءات المثيرة للجدل وألسنا أمام تجاوز للصلاحيات يحول وزارة الداخلية كجهة تنفيذية في الدولة إلى جهة مشرعة؟ القوانين الليبية غير محدثة بالشكل المناسب. للأسف القوانين الموجودة الآن تخول الوزير أن يتحدث بهذا الشكل وأن يعمل فعليا في إطار هذه القوانين. نعم لا يوجد قانون لفرض الحجاب، لكن في سنوات في عهد النظام السابق يعني في إطار الحفاظ على الهوية الليبية والثقافية والإسلامية فرضت في بعض السنوات الحجاب في المؤسسات التعليمية على سبيل المثال. الآن هو تكرار لتجربة سابقة، إن كنا ننتقدها فكالأولى ننتقدها في السابق، لكنها تحاول الآن الحفاظ على الثوابت الوطني. المجتمع مرة أخرى يحاول الحفاظ على روابطه الاجتماعية ويحاول حماية نفسه من بعض المدخلات التي تتأثر. القوانين الليبية للأسف تسمح للوزير أن يتحدث بشكل ما على الأزياء وعلى قصات الشعر وعلى غيرها، لأن القوانين الليبية ترفض هذه المسألة. طبعا هو على فكرة الراجل ده المحامي ده حضر المؤتمر كله وسمع كل اللي قاله الراجل، وهو مناصر للفكرة على فكرة، أوكي، ومحامي وبيتكلم على القانون الليبي. القانون الليبي بيعطي هذه الصلاحيات للسلطات زي وزير الداخلية. بس يعني استوقفني جدا انه قال انه ده كان معمول به في ايام القذافي، وانه اتفرض الحجاب على المدارس وهكذا. فبيقول انتوا لما اتكلمتوش وقتها رفضتوه، وقتها ليه جايين دلوقتي ترفضوا ليه؟ هو حضرتك كنت تقدر تفتح بقك في ايام القذافي ولا اي حد تاني؟ ولا ايام صدام حسين؟ ولا يعني معلش. وبعدين لماذا دائما فيما يخص حياة المرأة نعود للماضي دائما؟ على فين؟ علشان ايه؟ علشان على الاصل دور. اللي بيشدك للماضي القاتم الظلمية دي هو الإسلام والتعليم الإسلامي. ودي مش بيتكلم على ثقافة اجتماعية، لا دي ثقافة دينية، الموروث الديني. لأنه الثقافة الاجتماعية لو بصيت على ليبيا الزي الرسمي بتاعها ايه كان وقتها؟ مش الرسمي يعني الزي التقليدي، يعني مثلا الستات في اسكندريه، الستات في مصر، المنديل البقويه، الملايه اللف، الحاجات اللي كانوا الستات العاديين الطبقه المصريه البسيطه بتلبسها، حاجات كلها جميله والوان وشيك وكل حاجه برضه. على يعني احسبها على فرق الطبقات، في ناس كانوا بيلبسوا كده وفي ناس كانوا بيلبسوا لبس عادي، مش كده؟ يعني لو بصينا للثقافة، لو قلنا دي ثقافة المجتمع ان الستات لازم تتحجب، اولا ثقافة المجتمعات ما كانش عمرها ان الستات تتحجب، هي كانت الستات بتدارى لانه الاسلام عندما دخل هذه الدول لغى المرأة من المجتمع. لكن لو المصريات بقى، عشان اقدر اقول مثلا المصريات يرجعوا يلبسوا لبس الفراعنه، ما دي الثقافه بتاعتنا. لماذا لا تستطيع المراه المسلمه ان تواكب العصر في التعليم والفكر والثقافه والعمل واللبس والتفتح على المجتمعات اللي تبني والفن وغيره؟ لماذا يشار للنساء دول على انهم خارجين عن المجتمع، خارجين عن الدين ولازم يسيطر عليهم، فنقفل على المجتمع كله؟ عايزين ترجعوا المجتمع كله للافكار الاسلاميه، رجعونا بقى لقوانين الجواري، خلي الجواري بقى اللي تحت الاسلام بتمشي عورتها من السره للركبه وتمشي في الشوارع بقى كده، ما هو ده الاسلام. ونجيب لها بقى هيعمل ايه بقى بوليس الاداب بتاعكم اللي هتحطوه في الشوارع؟ يعني معلش اللي بيسمعني دلوقتي يقول مثلا الاخت اماني موسعه الموضوع قوي ولا مكبره الموضوع قوي؟ لا، هذا هو الواقع الاسلامي. لما تسيب الناس
تحط لك قواعد الإسلام وتقول لك هو ده اللي لازم نرجع له، لازم يعني ده الأساس بتاعنا، ده القانون بتاعنا. يعني إيه؟ أنت في بحر الظلمات ما فيش غيره. هتعملوا إيه لو طبق الـ 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 يعني الشرع الإسلامي بالتحديد بقى؟ يعني السعودية تجيب سيلين ديان وتعمل عرض أزياء في منتهى الروعة، والتانية اسمها إيه؟ المغنية التانية اسمها إيه؟ مش فاكرة. بس anyway يعني، وكانت نانسي عجرم ومغنية أسبانية معروفة جدا، كان في ناس يعني في منتهى الروعة، والاستعراضات كانت في منتهى الجمال، فن يبهج يفرح. السعودية كده وانتوا عايزين تحجبوا المرأة. عايز اقول لكم حاجة عن الحجاب. الحجاب في الإسلام، في الإسلام اتعمل علشان يخفي إمكانيات النساء في هذا المجتمع، وطبق على المرأة المسلمة عموما، لأن المرأة هي كانت مشكلة محمد والصحابة. الحجاب لم يفرضه محمد، ولكن فرضه المتسلط الأول عمر، هو اللي قال حجب ستاتك، الستات دايرين على حل شعرهم. شخصية عمر ما كانش عايز أي تحدي أمامه، وكان بيحتقر النساء في حياته، كان بيضرب مراتاته، وكان هو اللي خلى الستات، لما محمد قال بطلوا تضربوا، هو برضو اللي خلى الستات تضرب. هو شخصية عنيفة، والستات كانوا بالنسبة له تحدي، ولكنه في نفس الوقت ضرب الجارية لما اتغطت. الدين الذي لا يغير الإنسان في الداخل وفي الخارج يبقى مش دين، يبقى ملوش لازمة، يبقى تبقى فكرة، تبقى قومية، تبقى you know حاجة أنت عايز تعتنقها لنفسك. نتائجها في حياتك إيه؟ اوعوا تخلوا حد يضحك عليكم ويقول لكم ان انتوا لازم تتحجبوا وتضغطوا عشان انتوا عوره، ولا عشان انتوا بتخلي الناس تشتهيكوا، ويحطوا عليكم اللوم ويقولوا لكم ان ربنا بيحط عليكم اللوم. ده كلام كذب. الله لا يلومك، الله يقول لك افحصي قلبك، مش بس غيري شكلك. الست العربيه تعرف كويس قوي تلبس محترم وتحافظ على نفسها وتقدم نفسها بشكل محترم، ولكن القمع اللي انتوا حاطينهم تحته وكل ما انتوا بتعلموهم هم، انت عايز تحط تلبس البنات الصغيرين الحجاب في المدارس عشان يعرفوا ان هم لازم يستخبوا ويختفوا، وان هم سبب كل المشاكل، ويبقى جواهم كل المصايب وشكلها محجبة. والأمثلة كتير للمرأة المسلمة. انتي مش عورة، انتي مش مشكلة مجتمع، انتي مخلوقة في محبة الله. الله خلقك وعينك لنفسه، بس مش إله الإسلام. من خلقك وأحبك وخلقك لأنه أحبك. الكتاب يعني بيعلمنا ان احنا حبيناه لانه هو حبنا اولا، وهتشوفوا في اخر الحلقه مفاجاه. اسمه يسوع المسيح، اسمه الله الظاهر في الجسد، اسمه يهوى، اله الكتاب المقدس وليس اله الاسلام. يعني بصلي ان ربنا يحرركم من ده. عايزه اوريكم
شوفوا الصورة دي، ده لبس المرأة الليبية، ده زي تقليدي مش زي رسمي، زي تقليدي للمرأة الليبية. مالها؟ قمر، متزينة، متغطية، محتشمة، جميلة، ايه في ايه؟ شوفوا ده الزي الليبي الشرقاوي التقليدي، ايه الجمال ده؟ ليه عايزين تغطوهم وتخبوهم ليه؟ ليه؟ دي عقدة الرجال في الإسلام، ودي عقدة إله الإسلام. ربنا يحرركم كما أنه يحرر المجتمعات الإسلامية كلها من هذا الفكر المر بصراحة. القصة الثانية اللي عايزة أتكلم عنها هي متابعة للتطورات في العراق في موضوع قانون الأحوال الشخصية العراقي اللي ما زال الجدل مستمر حوالي. خليني يعني أنا عملت حلقة أو حلقتين في الموضوع، لكن تطورات أخيرة أنا قلت بقى إيه في يعني خلاص خدوا قرار. أبدا، في جدل لسه، ولكن قال لك إيه، إحنا طب هننزل سن البنات ل15، ولكن لم ما فيش برضو قرار رسمي لسه لحد دلوقتي. الفيديوهات دول اللي هتشوفوها النهاردة كلهم في خلال الأسبوعين أو العشر أيام اللي فاتوا، فده هو الجديد بقى. الجديد إيه؟ اسمع. نعلن رفضنا القاطع لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسات مجلس النواب، وذلك لما يمثل هذا التعديل المقترح من انتهاك سافر للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، وكذلك كونه يمثل تراجعاً عن الحقوق القانونية والشخصية التي اكتسبتها المرأة العراقية طيلة المدة الماضية، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى انقسام مجتمعي طائفي ومذهبي. في حاجة جديدة، احنا سمعنا الكلام ده قبل كده، انا ممكن احط لك فيديو تاني بيقولوا فيه نفس الكلام، برضو واقفين نفس الوقفة. دول نشطات واعضاء البرلمان رجالة وستات بيعترضوا، بيقول لك انه المواد اللي هم طالبين تغييرها دي تخالف الدستور، طبعا اللي هي يعني حقوق الحضانة والطلاق والجواز والكلام ده كله، وكمان السن الرسمي للجواز من ينزل بقى من 18 ل بيقولوا 9 اوكي. ف يعني طبعا عشان تقول الحضانه وده وده، الطلاق والجواز وتحت اي مرجعيه والكلام ده كله، ده في تفاصيل كتيره جدا بتاخد، والميراث وكل ده بياخد كتير من الحقوق اللي اخذتها المراه العراقيه في القانون اللي هو لسه معمول بيه. السبب الرئيسي ان رجال الدين سواء بقى كانوا شيعة ولا سنة ولا يعني بأنواعهم المختلفة، لأنه طبعا أنواع الشيعة كتير جدا هناك وهم الغالبية يعني، دول هم اللي عايزين يغيروا، لأنه كل واحد عايز قانونه هو إذا كان سنة ولا شيعة. فخلينا نشوف الفيديو ده، رجل الدين السني بيقول إيه. الإخوة الشيعة اختاروا لهم ما يمثل أحوالهم الشخصية وهم أحرار، لماذا يصر البعض أن نبقى دون هوية؟ قانون الأحوال الشخصية الآن قانون تلفيقي، ليس سنيا ولا شيعيا ولا زيديا ولا ظاهريا، هو من كل هذه المذاهب. طب ايه المشكلة انه القانون ده يبقى واخد باله من كل المذاهب وبيدي بعض الحريات لده وبيدي بعض الحريات لده؟ طب انا اسأل حضرتك سؤال لكل الشيوخ اللي بتسمعني النهاردة، ايه مشكلتك في مثلا انت سني، ايه مشكلتك في القوانين الخاصة بالشيعة؟ تطلع بقى ايه مشاكل للركب. يعني لو انا حقيقه اكون فرحانه قوي لو واحد شيخ يقول لي ايه مشكلتك في انه قوانين الاحوال الشخصيه تكون فيها حاجات تخص الشيعة، ليه معترضين؟
لأنك لا، لأنه ليس هناك اتفاق في الأصل اللي هو إسلامك غير إسلامه، قانونك غير قانونه، فقهك غير فقهه. مع أنه في الآخر إحنا النهاردة يقولك إيه ده، ده قانون تلفيقي. هو المفروض أن اسمه قانون توافقي علشان بيحط الناس كلها مع بعضها ويحط حاجات وضعية وحاجات دينية مش كده، أو حاجات فقهية. لكن هو قالك ده تلفيقي عشان هو مش عايز أي حاجة إلا ما يعتقد هو أنه يناسب السنة فقط. ادونا حريتنا، طب ده هيعمل إيه في المجتمع اللي حاصل ده؟ أنه الناس مش عارفة الحقوق اللي هم اكتسبوها اللي هي لسه ما زالت ضئيلة جدا ومتعبة جدا ومزعجة جدا، لأنهم مش قادرين يلتزموا بحقوق الإنسان والطفل، وينظروا للإنسان والأب والأم والطفل على أنهم متساويين الحقوق ولهم كل الواجبات اللي المفروض الدولة تقدمها. هم بيبصوا من منطلق شرعي فقط، مدام تخص الأسرة أنت صفر، مدام يبقى قانون الأحوال الشخصية أنت صفر، الطفل ده تابع ملوش أي لازم. فالمشكلة في أنه كل واحد عايز يمشي قوانين الأحوال الشخصية بالدين. لكن يعني لو 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 الأمر اتفتح أكتر وبقينا بنتكلم على النهاردة كيف ننظر إلى بناء الأسرة، أنت عايز إيه؟ أنت عايز بنات وأبناء وبنات أسوياء، عايز زيجات تبنى على مبادئ إنسانية ومبادئ اجتماعية صحيحة، يبقى فيها تناسب مجتمعي، يبقى فيها تناسب ثقافي، يبقى فيها تعاون بين الزوجين والعيلتين وكده. لكن ده مش عندنا يا جماعة، ده ما يحصلش في البلاد الإسلامية. نعمل بيه إيه؟ إحنا عندنا يروح الراجل الشيخ الواحد في البلد يقول أنا عندي ولد عايز بقى أجوزه وأتفخر بيه وعنده 15-16 سنة، وأنا بتكلم على العراق، يقولك الواد عنده 15 سنة بقى كبر وأنا هجوزه جوازة كويسة، يروح بقى للشيخ الفلاني ياخد بنته اللي عندها برضو 13-14 سنة، ولو كانت أصغر يبقى كويس، ويعملوا فرح وبتاعه ويتجوزوا شرعي، وبعدين بقى يبقوا اصطفلوا مع الدولة، وبعدين يروحوا للقاضي بعد كده. فالواد أبو 15 سنة ده لا يعرف يعول أسرة، ولا هو مثقف، ولا هو بيتعلم، ولا ويبقى فاكر نفسه هي دي الحياة بقى. والبنت يا عيني اللي بتطلع دي ما تعرفش تفك الخط، ولا تعرف تقرا كلمه، ولا هتربي مين؟ وعلى 13-14 تروح مخلفه لها عيل، تبقى عيله بتربي عيل. ما قلنا الكلام ده قبل كده، دي الصوره اللي لازم تبقى في ذهنك. عشان كده المجتمع بينقسم ويطلع فاسد، واد متدلع قدروا يجوزوه وهو صغير فيبقى فاكر ان هو ملك الدنيا، وزي ما شاف ابوه بيعامل امه وبيضرب امه ومتجوز عليها 3-4 هو كمان هيعمل كده. فمجتمع ايه اللي انتوا عايزين تتكلموا عليه؟ على رأي ام كلثوم، ازاي ما نقدرش ننظر ازاي نعلم الولاد والبنات يعني ايه جواز؟ يعني ايه عشرة؟ يعني ايه انك تبني نفسك فتبقي عارفة ازاي هتبني عيلة؟ بعيدا عن الدين. لكن ده لا يحدث في مجتمع يسيطر عليه الفكر الإسلامي، لأنه المثل الوحيد اللي عندك هو اللي عمله محمد، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وتتجوزها بقى عندها 9 سنين 10 سنين 5 كله ما يضرش. سوري، الشيعة ما عندهمش مشاكل في الجوازات الرضع والكلام ده كله، مشاكلكم كتيرة لكن عمقها الأصلي الإسلام. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده. الآن يطرحون قانونا طائفيا ويكون يذهب يسارا وبعيدا جدا عن القانون القديم،
سيدي العزيز، قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون هناك موازنة. بأبسط مثال يعني مسألة حضانة الطفل، يجب أن يكون هناك موازنة ما بين الأم والأب. أكو قانون يقول أنه المرأة إذا تزوج تنحر من أولادها، يعني لم يبقى إلا أن نحكم على المرأة في هذه الحالة إلا بالإعدام، كون المرأة نحن في أعمارنا هذه حقيقة ما زلنا وفي هذا العمر وعبرنا 50 عاما ما زالت أمهاتنا يعني يتصلون بنا ويسألون عن أحوالنا ويكونون في ضيقة إذا لم نكن قريبين من عندهم، فما بال الأم وصاحبة الطفل الرضيع أو صاحب 5 سنوات، كيف يكون لنا أن نقبل بحرمانهم من هذا الطفل؟ ده راجل إنسان، علشان كده أنا حطيت لكم الفيديو ده، بيتكلم بإنسانية، إنسان عارف يعني إيه احتياجه لأمه، يقول لك أنا أمي لحد النهاردة بتتصل بي تسأل عليا وتطمن علي، عايز يبص لأمه بإنسانية وقال كان ممكن أبويا ياخدني منها وتتكسر قلبها وتموت فيها، إنسان. لكن من وضع التشريع الإسلامي لا يمكن أن يوصف بالإنسانية، لأنه لم يهتم لا بالطفل ولا بالأم، ولكن اهتم بما أعطاه من حقوق للرجال. فهم عايزين يرجعوها لكده، لو الأم اتجوزت في أي سن من السنين الأب ياخده، يعني إذا كان الولد لسه مولود والأم قررت تتجوز بعد كم شهر الأب ياخده، مفيش مشكلة، ده الشرع. اللي بقى انتوا يعني عايزين تساعدوا فيه شوية ولا بتعرف، يقول لك تروح عند أم الأم، وإذا كان عند أم الأب والكلام ده كله، ياما في ناس اتبهدلت بده اللي انتوا بتقولوه ده. يعني أنا بعد أمي وأبويا ما انفصلوا وكانوا على علاقة جيدة جدا ومحترمة جدا، قعدت مع جدتي، اوكي، ولما تكون جدتي دي مش موجوده اقعد مع جدتي الثانيه، دي اسمها بهدله. يعني انا اتربيت في عيله كويسه لكن اتبهدلت، لان الشرع الاسلامي لو كان ابويا يختار ان هو يروح يوقف امي في محكمه ما كنتش شفتها، وكان يقدر. كام واحد وواحده النهارده يقدروا يقولوا ده اللي حصل لي؟ قد ايه امهات تظلم لان الام ام، انها ما تشوفش ابنها. انا شفت ستات في عيلتي ما شافوش عيالهم، ده بوظ حياتهم بالكامل. اصله ايه؟ الشرع الاسلامي. فدي بقى المشكلة، انتوا عايزين تشيلوا الـ يعني اللي مسموح به في القانون اللي انتوا بتقولوا عليه قديم، عايزين تشيلوه وتاخدوا حقوق المرأة تماما، ومع غير مراعاة أي مراعاة للطفل، سواء كان بنت بقى ولا ولد، it doesn't matter، مش مهم. شوف الفيديو ده. بالتالي هناك رجال سياسة ورجال دين وضعوا ظلهم على هذا الموضوع، وبالتالي يحاولون أن يمرروا قانونا آخرا غير الذي كانوا يطالبونه المجتمع العراقي، باعتبار أنه هناك تصغير لسن الزواج، وكذلك يذهبون بعيدا أكثر من ذلك أنه المرأة يجب أن لا تتزوج في حال أنه كان هناك الحضانة لديها، وعند زواجها سوف يؤخذ الطفل. أنا أعتقد أنه بعض رجالات الدين المسيسين يحاولون أن يفرضوا ظلهم على المجتمع من خلال هذا القانون. سيدي العزيز، لا يمكن الكفر ولا يمكن أن يكون كافرا من يكون هناك قانونا ينظم حياة الأسرة. بيقول لك إنه المشكلة إنه في رجال دين مسيسين، لا هم مش مسيسين، هو الدين الإسلامي دينه سياسة، اللي بيحكم في هذه الأمور هم رجال الدين، فهو بيحكم الدولة كلها. انت بقى تروح عندك رئيس جمهورية بيتكلم مع الناس اللي بره مثلا، لكن لما نيجي نتكلم على الناس اللي جوه، لا هو الحاكم الأزهر
السيستاني اسمه ايه ولاية الفقيه، الناس دي كلهم ناس أشبه نصرار الله والناس دي، هم دول اللي بيقودوا الخامنئي. الناس دي هم مش بيسيسوا الأمور، لا هي مسيسة أصلا، أنتم مستلمينها كده. الإسلام يقمع كل شيء في حياة الإنسان ولا يرى الإنسان خالص. فبيقول إنه المشكلة إنه في رجال دين سيسوا الأمور، وإنه ده شيء لا يريد المجتمع العراقي. عارفين القصة اللي يعني أثارت غضب الجميع هي مسألة إنه ينزلوا سن الزواج، والنشطات بيتكلموا في الكلام ده طول الوقت. أنا شايفة إنه لأنهم مش قادرين يوصلوا إلى حل في موضوع سن الجواز دلوقتي، واقفين على 15، لكن لسه بقى إيه من الأوكازيون ولا المزاد شغال، عايزين ينزلوا، فكل واحد بقى بيزايد على حاجة عشان ينزل سن الزواج، عشان يعطي حرية للآباء إنهم يبيعوا بناتهم ويبيعوا حياة بناتهم ويبيعوا نفسيات بناتهم وتدمر حياة هؤلاء البنات لأنه يسترها ويخلص. عايشين تحت ظل رجال الدين بيقولك كده. وبعدين يقولك ما ينفعش تكفير من يريد أن يرفض النظام الاجتماعي الغير مقبول إنسانيا ده. يعني انت لو قلت لأ على انه احنا مش هننزل سن الجواز تبقى كافر، لانه انت بتقول انه اللي عمله محمد حرام. سوري، ده مش بس للسنة، ده للسنة والشيعة. بتكفر بنظام الدين، وبقى كل واحد يعني كل واحد يشوف مين يكفر التاني أسرع. دي المشكلة. العالم المجتمع اللي بيفكر بصورة واقعية إنسانية فيها تحضر فيها رؤية للمستقبل، النهاردة البنت اللي بتجوزها 15 سنة ولا 9 سنين ولا حتى 18 سنة بتطلع شكلها إيه؟ بتفيد مجتمعها إزاي؟ اتعلمت إيه؟ هتدي إيه للعيلة دي؟ أسئلة. في مجتمع النهاردة اقتصاديا ما بيعرفش يعيش على دخل واحد. وكم من الأغنياء في المجتمع العربي الإسلامي ده، يعني نسبتكم قد إيه؟ لكن الناس اللي تحت اللي انتوا بتستغلوهم واللي بيعيشوا بالقوانين المجحفة للإنسانية دي هم اللي حياتهم بتضيع. إذن مستقبل البلد كلها بيضيع. كم جيل كمان ويبقى الكل شكله مسيس و الناس غير معدة للقيادة. عارفين مشاكلنا في المجتمع الإسلامي إنه لما تيجي تدور على حد يرأس جمهورية ولا يمسك وزارة ولا مش عارف إيه تبقى محتاس. الاختيارات قليلة عشان من أجيال فاتت سبنا الثقافة، سبنا التحضر وروحنا للأزهر. فبقى هتاخد مين بقى؟ ما فاضلش ناس يقبلهم المجتمع المتحضر النهارده ويقدروا يمثلوكوا في الدول. عد على اصبع الايد في اي بلد عربي اسلامي. لكن بص على السعوديه. يبص عارف ايه؟ خلعوا العبايه رموها وراهم وما بصوش وراهم. خلعوا الفكر الديني وما بيبصش وراه. ماشي. بصلي من أجل إن الله يغير هذه الأمور، من أجل النساء والأطفال البنات الشباب الصغيرين اللي بتتجوز صغيرة وتتجوز شاب صغير، الاتنين خسارة. شوف الفيديو ده. ممكن تتكلمين أكثر عن التعديلات اللي طرأت عليه واللي تفيد المجتمع العراقي اللي تكون في صالح الأسرة العراقية؟ شوفي، ما هو من الأساس التعديلات
ماكو فد شيء واضح بالتعديلات. فقط انه اللي عاد هو ليش الجدال هذا واسع؟ لانه التعديلات انه راح نمشي على مدونات فقهيه. شنو بداخل المدونات احنا الفقهيه؟ احنا نحتاج توضيح اكثر. ما حد يعرف صحيح. شنو بالمدونات يعني الفقهيه؟ يعني مسوده معينه واحد مثلا يطلع عليها. اكو فد مسوده رؤوس اقلام، رؤوس انه فالتفاصيل ما بها تفاصيل عميقه اللي يقدر اي شخص يعتمدها. احنا اغلب النواب يعني اللي رافضين التعديل يقولون لهم شوفونا مدونات حتى واحد على الاقل يناقشها. صحيح. مدونات يقولون انهم اكو مدونات راح تصير احكام من الوقف السني ومن الوقف الشيعي. زين انت اذا تجي على الوقف السني وعلى الوقف الشيعي ما بي فقهاء، بموظفين اعتياديين، هالموظفين الاداريين هم اللي راح يقرون قوانين. يعني اذا اكو هنا تناقض بالمواضيع. انا الاول مره ظهر الموضوع ده قلت لكم الموضوع ده، هم عايزينهم يقولوا ايوه احنا هنوافق على اللي عايزه الوقف السني والوقف الشيعي يعني بكل اشكاله من غير ما يوروهم ايه القوانين اللي عايزين يعدلوها. كل واحد عايز يعمل اللي على مزاجه، وتيجي القضايا قدام المحكمه يقوم بتاع الشيعي يطلع دفتر كده يشوف فيه القواعد اللي ممكن ياخدها واللي مش ممكن ياخدها، اللي تتماشى مع اهدافهم السياسيه والاجتماعيه والثقافيه والدينيه. ده اسمه وقف حال للأسر. وقف سني ولا وقف شيعي، ده اسمه وقف حال لكل الأسر المتضررة، لأنها كل الأسر دي متروكة لنزاع سيطرة الدين على حياة الأفراد. ده يعني في فرق بين سيطرة الدين وتسليم حياتك لله، وده اللي مش موجود في الفكر الإسلامي خالص. انت عندك يعني الإسلام من التسليم، انت لازم تسلم وانت رافع ايديك كده، لكن هذا الإله لا يعتني بيك خالص، انت عايش له هو، تعمل اللي هو عايزه، والهدف مش الحياة، الهدف انك تموت عشانه بالكامل. لكن عندما نلتقي بالتعليم الكتابي عن الحياة مع الله، فتبقى عارف إن الله صالح وإنه قدوس وإنه عايزك ترتقي إلى الأمام كإنسان أفضل، وإنك عايزك تكون شبهه في القداسة، في المحبة، في العطاء، في الإنسانية، وعايزك تكون عايش في العالم ولست من العالم. يعني إيه؟ يعني تبقى عايش في العالم وتمثل المسيح في العالم، ولكن لا تفصل نفسك عن العالم، لأنه من غيرك في العالم الناس مش هيسمعوا كلمة الله، ولكن لا نجبر الناس على أنهم يسمعوا كلمة الله. فتبقى حياتك لما تبقى علاقتك أنت إنسانيا مع الله بصورة شخصية مرتبطة بالحياة مع الله اللي أنت بتستقي منه كل يوم، يبقى ده اسمه تسليم الحياة لله. أنا معاك يا رب، كلمتك بترشدني لإيه النهاردة، صوتك بيرشدني لإيه النهاردة. هتلاقي إنه كل ما هو خير وصلاح وجمال وعطاء ومحبة يصدر من المسيح، نرى الآخر قبل ما نرى أنفسنا، ده اسمه تسليم الحياة لله. لكن في الإسلام أنت مسلم لهذا الإله ذو الفكر الشيطاني بالكامل، ده مش من ربنا. عايزه اقول لك انت كست مسلمه انت ليكي حق كامل امام الله زي الراجل بالظبط، ولكن ليس في الاسلام. المنبع في الاسلام هو العقيده الاسلاميه، الاسلام هو الخطر الحقيقي على النساء في العالم كله. لكن الله خالق الكون محب البشر عايزك تعرفيه هو شخصيا، فتعيشي بما يراك كما يراك هو، محبة منتجة، إنسانة كاملة مساوية للجميع، مباركة منه، ممكن تمري بالظروف لكن هو معاكي، وهكذا. ده غير موجود في الإسلام خالص. الإسلام خطر على المجتمع اجتماعيا وإنسانيا ونفسيا وكل حاجة، لكن الأكثر أهمية إنه خطر روحي عليكي.
لأنه برضو ليس من الله الحقيقي. خليني أروح لآخر موضوع في الحلقة النهاردة، همر عليه سريعا جدا، وهو موضوع القبض على نجل الشيخ محمد حسان وهو معاه مخدرات للتعاطي مش للبيع. أوكي، وشافوا على تليفونه أنه بيشتري من تجار مخدرات، وأنه كمان في ناس من الأسرة متورطين معاه في الشراء والكلام ده كله. أنا بتكلم عن شخص، مش علشان أدين الشخص، أنا عندي فكرة بس عايزة أقدمها النهاردة. وفي ناس كتير عمالة تقول بقى وابن محمد حسان ومش عارف إيه. في ناحية نقدر نتكلم فيها في الموضوع ده ونقول إنه لازم ننتبه ليها، وفي ناحية أخرى كلنا في الموازين إلى فوق، كل الإنسان، كل إنسان خطأ. أوكي، لكن أنت عايش إزاي هو اللي يقول أنت مصدرك إيه. الشخص ده ابن محمد حسان، هو مسؤول عن محطة دينية معروفة، هل يلام محمد حسان؟ شوفوا، أنا ألام على اللي عملوه أولادي لو كانوا اتمثلوا بيا، لو كانوا ما شافوش فيا الحياة الصح. الكتاب بيقول إنه الآباء تأكل حسرهم والأبناء يدرسون. ده مش معناها انك هتدفع ثمن خطيتي، ده معناه انه انا بالنسبه لي، يعني انه انا لو انا اخترت اعيش حياه مره اولادي هيشيلوا التبعيه. لو اختياراتي ما وصلتهمش لانهم يعرفوا الفرق بين الحياه الحقيقيه مع الله والحياه المزدوجه، اولادي هيدفعوا الثمن. عايزه اوريكم فيديو عن الشيخ محمد حسان، اسمع كده. وده انتوا شفتم لما الشيخ سئل، اللي هو الشيخ حسان، وانا بقول الكلام ده مش نقدا للمشايخ، لان الاعلام نفسه فتنه. لان الشيخ عبء انه يسال على قناه انت بتاخد فلوس من القنوات، يقول لك والله ما باخد ولا جنيه. هو قبل ما يطلع قابض 10,000 دولار، الاخ بيقول لي انا اللي اعطيهم له بايدي. فكل العاملين في القناه قالوا ايه ده؟ فين المصداقيه وفين الدعوه؟ الشيخ يقول ما باخدش ولا جنيه، هو قابض 10,000 دولار مني؟ فقال له يا ابني انا حلفت على الجنيه ما حلفتش على الدولار. والله ده اللي حصل. احنا بنقول الكلام ده تجريحا، لكن دي فتنه. هو طبعا صادق. ليه؟ لان ما كذبش ولا حاجه، هو بيحلف على الجنيه صحيح ما كنتش جنيه، لكن هو بياخد ايه؟ دولار، وشتانه بين الجنيه والدولار. القنوات ديت لها ايجابيات سوري ما اعرفش ده. اوكي. هو بيقول لك ان حسان ما كذبش، لكن هو بيشهد انه كذب قدام العالم كله لما تسأل انت بتاخد فلوس على البرامج بتاعتك. فحسان هنا يعني عايز يدعي القداسه؟ لا لا لا، انا ما باخدش اي حاجه. طبعا الكل عارف انه عنده فلوس قد كده، وانه بيتجوز قد كده، وعنده مشاكل قد كده، كلنا شفناه وقف قدام القاضي في المحكمه وكذب قد ايه، واتبهدل ونهان قد ايه، لانه الناس بقى اللي كانوا اللي ما دخلوش المحكمه بهدلوهم. لكن لو هم كانوا وقفوا قدام المحكمه برضو كانوا يعملوا التقيه اللي عملها دي. فهو بيقول لك حسب الشرع هو ما كدبش، هو قال جنيه مش دولار، واخد منه 10,000 دولار. انا ما يهمنيش هو واخد منه كام، لكن يهمني هنا ان المثل اللي بيحتذي بيه والقانون اللي بيمشي عليه حسان، واللي كذلك بيمشي عليه اولاده، واللي بتكلم عن كل اي حد بيعتنق هذا الفكر. القانون ده بيسمح لك انك تعيش حياه مزدوجه، وانه ممكن تقول حاجه بلسانك لكن تبقى جواك انت حاجه تانية. ده مسموح بيه، ما انت ما كدبتش اهو. لكن الله بيقول لك إذا كان في فكرك فكر شرير ده غلط، طهر قلبك. إذا كانت لك فكرة شريرة هتدخل قلبك، فلازم تطهر قلبك، لأن قلبك لا يمكن يكون فيه إلا كل صالح وكل ما هو من الله. ما ينفعش الظلمة تعيش مع النور. لكن الدين اللي يقول لك إنك تعيش ظلمة ونور مع بعض، ده يعني طبعا هو مش شايف ان دي ظلمه، لا ده شطاره.
اتكلمنا في الموضوع ده كتير. علق تعليق تاني علشان محدش يقول ان انا بشاور على ده وما بشاورش على الغير. في اسس على فكره بيعملوا كده وعندهم اشياء مشابهه كتيره جدا، والكنائس بتتعامل معاها ازاي بقى. دي القسيس اللي بيقع في حاجه بنقول عليها انها خطايا اخلاقيه مثلا، او كذب او سرقه او حاجه زي كده، بيحصل ايه؟ يقطع على طول. الكنيسه تقف يتعاملوا معاه بانه اولا نفسه الاهم الاول، انه لازم هو نفسه يعترف انه محتاج انه يصلح قلبه، ولكن يتشال من الخدمه، لا يصلح للخدمه لحد ما يتوب وربنا يديله بقى يعني مجال يخدم في حاجه تانية، لكن لن يوضع في نفس المكان مره اخرى. مش لانه خان العهد مع الله فقط، ولكن لانه محتاج هو شفاء نفسي، نفسه هو اهم. الاستقامه امام الله، الكتاب يقول كده: امنع لسانك عن الشر وشفتيك عن كلام الغش، وشيل من على شفتيك خبيث الكلام. يبقى خبيث الافعال، يبقى خبيث الافكار ايضا. الله عايز قلوب نقيه. فاضل يمكن دقيقه او اتنين، فاضل دقيقتين، انا هوريكم فيديو مهم جدا. الفيديو ده الكلمه اللي جايه دي للعابرين، هي جت في بالي ليكوا انتوا. شاهدوا كده سريعا، ده فيديو لتخصيب البويضه. في لحظه تخصيب البويضه، اول لحظه لتخصيب البويضه، نور بينفجر حواليها. This is the documented moment of conception. And the sperm enters the egg and there's this poof of light that comes off of it. Scientists are studying this and they're looking at it and they're like, okay, well, it looks like it's a release of zinc, a burst of zinc that comes off the egg and it creates this appearance. But any way you slice it, they can't explain away that light happens when life happens. Is that amazing? Light happens when life happens. When life happens. في يوحنا 1:4 يقول كده انه في البدء كان الكلمه، وكان عند الله الكلمه، كان عند الله وكان الكلمه الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. به كانت الحياه والحياه كانت نور للناس. واول لمسه من تخصيب البويضة، انت كانسان وانت في فكر الله، يطلع نور الله اللي يلمسك فيعطيك حياة. أنا أؤمن أنه من لمسة النور هي لمسة الحياة، زي ما الرب قال كده أنه إدى آدم أنفاس حياة فصار آدم نفسا حية. وإنت ربنا بيخلقك يا إخواتي العابرين والعابرات، إنت كنت في فكرة الله، اعرف أنك هكذا وإلى هذا الحد إنت وإنت محبوبين عند الله. يسوع المسيح محب البشر، مخلص البشر، إله السلام، بيحبكم اليوم وبيدعوكم للحياة معاه. أشكركم وإلى اللقاء.